ماشي مثلها منظر قد كساها العطر هي وسكانها الأخيار الخور محلي النور في وصفه أنا مقدر خلى المكلة باسمة يمتلفت الأنظار بالكرم والجود محد مثلنا أشهر نكرم الضيف نسقيهم عسل مدرار مساء الخير على مشاهدي تلفزيون حضرموت في ليلتنا الحضرمية الجميلة في هذا اليوم نحن مثل كل الأيام سوف نستضيف ضيوف الفن والإبداع وسوف نعيش أجواء فنية بامتياز مساءك حضرمي يا عمار مساءك حضرمي ومساء سعيد لكل المتابعين والمشاهدين الذين يتابعوننا دائما في سهرة مميزة في الأيدان دائما نسالي اللحظات الجميلة عندما تأتي تحمل في طياتها كثيرا من المعاني الجميلة والأوقات الأروع سعادة لذلك لا يمكننا وصفها تعجز كلماتنا عن التعبير ويتوقف الفكر عن الإيحاء لأنها لحظات تبعث بالأنس والمحبة وتهمس بأحلى الابتسامات طبعا يا عمار اليوم معانا أغنية حضرمية ولحن شجي نعم أكيد ومعنا فنان مميز فنان شاب لكنه يعني أثبت وجوده في الساحة الحضرمية قبل ذلك يا عمار لازم نرحب بالفرقة الموسيقية نعم بالتأكيد نرحب بالفرقة الموسيقية وبس أضيف أنه في الساحة الحضرمية خاصة المكلة وساحة حضرموت والوادي أيضا يزخر بالعديد من المواهب الشابة والواعدة ونحن في أليدان انتقينا لكم نماذج مشرفة من حضرموت ليمتعونا ويطربونا في هذا اليوم البهيج إذن المشاهدين الأعزاء نرحب بالفرقة الموسيقية التي سترافقنا طوال هذه الليلة ومعنا الإيقاعي خالد القاضي على الدف خالد محفوظ على الطبلة أسامة باطرفي على العود أحمد مرجان وعلى الكمان محمد أنور ولا ننسى على الأورغ أكرم مرجان كلهم أساتذة سيمتعون كل واحد موهبته المتمكن منها بامتياز حتى تكون السهرة مميزة وأنتم تستمتعون معنا في هذا اليوم الآن حان وقت الاستقبال لضيف حلقة هذا اليوم من الشباب الفنانين الذين أحببنا أن نستضيفهم في هذا اليوم إذن ضيف حلقتنا مثل ما قلنا فنان حضرمي شغوف جدا وطموح أيضا له اسم على الساحة الحضرمية برز في فترة قصيرة له الكثير من الأغاني التي غناها لمغنيين كبار إذا نستقبل اليوم في أليدان المغني محمد الجفري أسعد زمان الحب من وعدك إلينا القاك وباقي الأيام تمضي في جحيم جفاك طول الدجا سهران نتقلب على الأشواك والنوم مني طار نار بعدك يا حبيبي نار وطا نار
رفعت الراس هذا ابتيها وكبرى ولا دلع ودلال يقولي خلنا ندرى علي رفعت الراس هذا ابتيها وكبرى ولا دلع ودلال يقولي خلنا ندرى حبل المودة بيننا أرهف من الشعرة حذرك تجر بالبار نار بالك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار بطر المدى العار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار نار بعدك يا حبيبي نار والله نار نار والله نار الله 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 عليك أهلا وسهلا بالفنان محمد الجفري حاضر معنا اليوم في سهرة مميزة من ألا يا دان نورتنا وأسعدتنا النور نوركم إن شاء الله التواجد بينكم حاجة حلوة الله يحفظك يا محمد طبعا كانت الأغنية جدا رائعة فالله يحفظك والله يحفظ لك صوتك إن شاء الله آمين يا رب طب حابب في البداية أسألك من هو محمد الجفري الإنسان والفنان محمد الجفري كإنسان إنسان عادي يعني كلمنا احنا عنه جامعي إنسان طبيعي جدا ايش تدرس؟ إعلام إعلام ما بعد بعيد يا عمار صح؟ من هنا وفينا يعني طيب محمد من الذين ساهموا في إبراز صوت محمد الجفري على الساحة الفنية ودفعوا للأمام وشجعوا يعني محمد لما حابب يغني في يوم من الأيام يلجأ لمن؟ من الذي يأخذ بيده ويساعده ويعرفه ويقول له هذا صح هذا غلط؟ طبعا كبداية ما حد كان يعطينا اهتمام كنت جدا غافل عن المجال الفني بشكل كبير يعني مش عارف قيمته فكنت متجه للإنشاد أكثر شيء كبداية وما كانت الرغبة قوية بس إنما أعبر عن صوتي وأمشي ففجأة من الفترات كنت في حفل إنشادي بعد انتهاء الحفل كان في شخصية معروفة طبعا تسمع وتتابع الحفل فبعد ما بعد انتهاء الحفل نزلت مباشرة فإذا الشخص ده طبعا جاء عندي قال لي تعال هن انت فينك مختفي من زمان فينك موجود عندي في الحارة ومش عارف انك عندك الصوت ده يعني فطبعا شخصية دي محمد القهوم اها موزع محمد القهوم نبعث له تحية من برنامج طبعا صراحة بعد الله تمه ابتدى صوتي واكتشفت صوتي وانطلقت في الساحة طبعا لا انسى الفضل برضو الموزع استاذ رشاد بروك فادنا واعطانا عدة شغلات يعني فادتنا في المجال حقي طبعا لا انسى برضو الاخ والصديق اكرم مرجان طبعا له فضل كبير برضو ما شاء الله طيب يا محمد تكلمت انت عن كثير ناس ساعدوك يعني في المجال الفني طب ايش عن اسرتك في حد معين من اسرتك ساندك ودفع فيك ولا انت كده الوالده الله يحفظها يا رب الوالده دائما تقول لي ليه ما تروح تشارك ليه ما تروح
حتى البرامج العالمية دي تقول لي ارسل صوتك أورهم شي إنك يعني تقدر تطلع، حاول يعني لا تحرم نفسك من الشيء ده. وأنت كنت تسمع كلامها وتحاول نسمع يعني. كلامها أكيد. فنحن نوجه لها طبعا تحية من هذا البرنامج ونقول لها خير ما عملتي، والآن ها هو موجود ابنك وفنان ما شاء الله عليه. محمد الجفري، أيضا هناك من قال أنه محمد الجفري يجيد الأغاني الأخرى غير اللحن الحضرمي، أنت ما شاء الله متمكن فيه وتجيده، وكمان لك إطلالات ورنات صوتية بصوتك أنت في أغاني مختلفة، هل هذا صحيح؟ نعم، هو أكيد أصلا الفنان لابد يكون لو متقن لون لابد على الاقل يكون يجيد اللون الباقي. نعم، من الفنان ما يحصر نفسه في مجال. من من الفنانين في الوطن العربي انك تغني له يعني؟ شوف ما حد محدد، انما اي حد يسمع له يعجبنا اداءه ويعجبنا صوته احاول ان اقلده واميز نفسي، مش كشخصيته كشخصيتنا يعني، احاول ان اقتبس منه حاجات، اشوف شغلات منه استفيد منها واحاول ان اطبقها في شيء شخصيه صوتي يعني. بس لكنه يعني لكل فنان مثلا صاعد يكون له قدوة في الفن، فمن قدوتك انت في الفن محليا وخارجيا؟ محليا صراحة محليا استمع للكل يعني، بس من تحب وتشوف فيه انه هذا والله الفنان غير الكل، لما تشوفه تقول ايوه هذا غير الكل. طبعا من الاصوات الشاب صراحة عدنان العطاس يعجبنا كثير، من الشباب من الشباب ومن الكبارات اللي مستواهم رافع اكيد كرام مرسال وابو بكر. نعم اكيد. وعلى بالك تسمعين شيء خارجي لفنانين او فنانات يعني عربيات؟ ممكن سمعنا شيء بالمايك اللي جنبك علشان كمان ان المشاهدين يستمتعوا بطرب اخر، ربما نحن نحاول في اليدان يسالي ان نحن نرضي جميع الاذواق. ايه هو النوع. نعم تفضل. ابتعد عني ما احبك وش تبي بي، قدرك الغالي رميته بالثرى، قدرك الغالي رميته بالثرى، كأنك الغادر وقصدك تلتهي بي، كأنك الغادر وقصدك تلتهي بي، يوم قلبي جاهل بك ما درى، يوم قلبي جاهل بك ما درى. الله الله عليك، على الصوت. احساس رائع من محمد الجفري. وايش معك سالي قبل ما نودعه نستأنف اغنيه جديده؟ والله اني حابه نساله سؤال واحد، يعني انه صفات الفنان الناجح انه دائما يكون عنده خطه، فانت ايش خطتك عشان توصل لطموحك؟ خطتي طبعا كانت لي خطه مرسومه بس يمكن من الله توقفت، بس واثق انه الخطه بتمشي مع الوقت ان شاء الله. بس ايش هي الخطه يعني عشان تتقدم؟ خطتي انه ادرس في الخارج، اقوي مقومات صوتي. موسيقى يعني تدرس؟ ادرس فوكاليز يعني. فوكاليز كويس، مخصص كله للصوت لان مجالي غناء. طبعا في هوايات ثانيه بس هي افضل من الغناء عندي يعني. فبحاول انه ان شاء الله اسعى والاقي فرصه ان ادرس في الخارج واصقل الموهبتي وتتفتح الباب ان شاء الله. هل ممكن انك في يوم من الايام تحب انك تشارك في برامج مسابقات غنائيه من اللي نراه ونشاهده؟ نعم اكيد، وقد سجلت في برنامج ذا فويس وتواصلوا معي وكل شيء. طبعا السنه مش ذاكرها بالضبط بس قبل السنه هذه، قبل السنه اللي حق البرنامج. نعم. وطبعا حصل انه دخلوا اصحاب القاعده والموضوع تقفلت بقعة كلها وزي ما انت عارف يعني. يعني شفت كيف يا عمار، نحن عندنا يعني مواهب وعندنا طموحات ونسعى لها، بس سبحان الله تجي الظروف العكس صح. يعني لكن انت القادم طموح. اجمل القادم اجمل اكيد. انت طموح وان شاء الله سيكون لك شان في المستقبل القريب. هذا طبعا كل العازفين اللي معانا مستمتعين كلهم اساتذه ما شاء الله، وشهاده منهم كفايه
أكيد. نحن بيكون معنا وصلة موسيقية للفنان محمد الجفري، لكن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ونستقبل الفنان في وصلته الثانية. حسين المحيا ردت الروح في لما تبسمت لي قلت يا الف حيا يا تعرف يا مهيا يا سهيل الكرم والجود هي تكرم على المحبين هيا والكرم مش غريب على الحسين النسيب تجلي ظلام الليل ذاك البهيم آي ابتسامة وبس منك تجلي ظلام الليل ذاك البهيم المحبة نعيم وفي عدم والناس فوح المكلا منه العقل ولا عانه الله كل من هابك وعلى قلبه غرامك تولى ما يفيده طبيب إلا الحصن له نصيب من حنانك ومن عطفك تعدي حياته كلها جيل مين تعدي حياته كلها جميل حبك تدلع في بحور الهوى اشفق بحاله دلع يا حبيبي تدلع ما بداخل تخلى عن محبه وهو يميزه من بين كل الخوى والاخلى يا الذكي يا النبي شوف محبك اديب ينشرح خاطر منك بكلمة مودة صادقة في الصميم ينشرح خاطر منك بكلمة مودة صادقة في الصميم المحبة نعيم Thank you.
الحزين المحيا ردت الروح في لما تبسمت لي قلت يا الف حيا يا تعرف يا مهيا يا سليل الكرم والجود هيا تكرم عالمحبين هيا والكرم مش غريب عالحزين النسيم ابتسامة وبس منك تجلي ظلام لذاك البهيم ابتسامة وبس منك تجلي ظلام لذاك البهيم ابتسامة وبس منك تجلي ظلام الليل ذاك البهيم المحبة نعيم. الله الله عليه يعطيك ألف ألف عافية. أسعدتنا يا محمد بهذا الأداء الرائع والجميل وما زلنا معك في هذه السهرة الجميلة في ألا يا دان. وحابين الآن إن إحنا يعني نتناقش معك في موضوع فني طبعا بامتياز. يقول لك يا محمد إنه في كثير من الأصوات الجميلة والفنانين يعني الموهوبين لكن لما يغني بلون معين مثلا اللون الحضرمي يليق على صوته أكثر من باقي الألوان. فكيف الفنان يختار اللون المناسب لصوته؟ طبعا في بعضهم يعني ما يقدر يحدد لون إلا لما حد يوجهه. لما حد يوريه و يعطي أغاني كده يختبر قدرته في نفس اللون دي هل يليق ولا ما يليق فكده يعني ممكن ما أقدر أنا عندي ضعف في الاختيار يعني ما أعترف بالشي ده أحيانا ما أختار صح طبعا وعدنا مش عارف لوني المفضل إيش إنما أغني كل شيء بس أحس إنه جانب ميولي للجانب اللي شوية كده حساس هذا اللي ياخذك في حاله من الشعور يعني انت تقول انه الفنان محتاج اذن موسيقيه الى جانبه توجهه اكيد اكيد أيوة. يعني صعب انت صاحب الحاجتين كذاب انت بتختار نفسك وانت بتكون عارف ايش اللون المفضل حقك بعضهم سبحان الله يعني متمكن انه يختار قدره من ربه يعني انه متمكن في الاختيار يعني ويجيد الاختيار طيب بعضهم يجيدون الاختيار طيب محمد الجفري هل في انت لك اعمال خاصه بك يعني كلمات ولحن يعني في احد كتب لك كلمات وغنيتها يعني اصدارات خاصه بك انت بشكل شخصي هو ايوه في مثل ايش يعني او من الكلمات لمن في اصدار حق امين التواهي يمكن بس مو كلماتي هي يا امين التواهي اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي هي طبعا جددها محمد الكحوم صح كيف كانت التجربه هذه عجبتك هذه اول تجربه وهي اللي برزتنا طيب يا محمد ايش رايك في اللي يقول انه الفنان الحقيقي لازم يغني كل الالوان ما يقتصر على لون واحد ولازم صوته في كل الالوان يكون حلو يعني هو صعب انك بتغني كل الالوان وبتجيدها لا ممكن تغنيها ايوه يعني تقدر انك تشيل فيها يعني تكون ممكن انك تشيلها بشكل طبيعي اما انك تكون متقنها كل اتقان صعب لانه اصلا كل فنان يتقن اكثر من لون مش كل الالوان يعني ممكن يتقل لك لونين ثلاث الوان عندنا بعضهم موهبه ربانيه بتحصل يغني لك اي شيء ربما بعض الفنانين تلاقيه محصور في لون معين فقط ما يروح للون اخر ويقول لك انه انا في لون يقول لك انه انا ممكن ابدع واجيد هذا اللون لكن ربما لو خدت مجال اخر وفن يعني لون اخر غير لونه مثلا قد ربما ما يكون له جماهيريه او له قبول انت مع انك تغني كل الالوان ولا مع انك تتميز بلون واحد لا والله انا بغيت بغني كل شيء كل قال حتى الانجليز بغيت بغني مع انه في مثال حاضر بيقول يا سالم بغاه كله فاته كله وصاحب الحاجتين كذاب الحاجتين هذه حتى كل لا مش انه يعني بغيت بكون متمكن فيها اهم شيء انه لو امكانيات صوتي واجيبه بحاجه حلوه والناس تتقبله خير وبركه طيب قول لنا دحين ايش الاغنيه القريبه لقلبك وانك على فكره تغنيها من الاخر يعني بكل وضوح بكل صراحه وقعتك في الفخ خلاص يعني ما في مهرب شوف يا عمار انت كل يوم توقعهم دحين دوري ساعات احس ان الزمن قاسي ولا يمكن يلين ساعات ساعات أحس
إن الفرح محال لا يمكن يحين. هذا اللي شفته بدنيتي كل ما مضى لي من سنين. هذا اللي شفته بدنيتي كل ما مضى لي من سنين. يا من يعلمني الفرح، يا من يعلمني الفرح، ويفرح القلب الحزين، ويفرح القلب الحزين، ويفرح القلب الحزين ساعات. الله الله، رغم ان الاغنيه يعني حزينه والاغنيه ده خلاص خلتني اسالك سؤال، ما بقول لك ايش اللي شفته بحياتك ولا بقول لك يعني ايش الصعوبات الحياتيه، بس بقول لك ايش الصعوبات اللي واجهتك في مسيرتك الفنيه. تحطيم يعني انه ما في اشاده كبيره يعني من الناس المقربين لك؟ لا، هو يقصد لك انه في اشاده، اعتقد ربما في هناك عراقيل تواجههم من بعض الخلف، في ناس يحطمونك يمكن، ها؟ وهم ما يبينون لك قدام وجهك بس من وراك. كيف تتعامل معاهم؟ برود تجاههم. لانه لو تعطي حد اكثر من قيمته يعني. بس هذه يعني الكلمات والتحطيم اكيد يعني لها وقع قاسي على القلب. لا والله عادي، انا مش واخذ لهم اهتمام يعني، لان واثق من امكانيات صوتي الحمد لله يعني. مش بشرط يعني انك تكون انه كلماتهم يعني تاثر فيك انت يعني وتحبطك، بس لا، لا بالعكس تزيدنا قوه على ايوه تزيدك قوه، بس احيانا الانسان يستغرب يعني ايش الهدف من تحطيم الناس الثانيين، صح؟ بدل يعني ما الكل يشجع الثاني، فصراحه يعني الناس المحبطين ما لهم اي تبرير. تلاقي بعضهم ينتقدك يعني في اعمال انت تشوفه حلو وناس ثانيين يشوفوا حلو، طلع لك انتقادات فيه من فوق لتحت. انت اعمل زي كل الفنانين الناجحين، حط الانتقادات لتحت وحتعلى عليها على طول، لانه طول ما انت مقتنع بشغلك وفي ناس فاهمين في المجال الفني وعطوك شهاده انه الشغل حلو وما في اي شيء، كلامهم على جنب. طيب ندخل في موضوع الاكل كمان، ايش اكثر اكله انت تحبها؟ ايش الاكل اللي انت تحبها ولما تشوفها مع التقاوم خلاص على طول هجوم؟ العزاز. لا لا، حضرمي مدر انت، حضرمي العزيز. ها ايش رايك نخيره دحين يا عمار؟ خيريه. مخيرك مستعد؟ يلا بنشوف. طب لو قلنا لك نوع عمار انك لطول العمر لازم تختار نوع معين من الاكل، اما الاكل الحضرمي، ولما نقول حضرمي نقول الرز، الصياديه كمان، الصياديه يعني بصريح العباره، او الاكل يعني الاكلات السريعه، البروست، البرجر، زي ده. بتختار ايش؟ طول العمر. البروست ما احبه. نحن خيرناك بين الاثنين. اي اكل ثاني؟ حضرمي نوع اخر. نعم، بين البرجر والبروست او الرز الصياديه. واللي بتعمل هجوم عليه الصياديه بدون كلام. لا لا خلاص ما نقدر. شبعت اكيد. صدق يعني فيها دوق غنية عن البروست وغنية عن كل الحياة دي. وجبة رئيسية يعني عندنا نحن. نحن قوم رزاز وقد قاعد. وفي رمضان تاكل صيادية ولا تكتفي بالسمبوسة؟ لا لا لا، ضروري ضروري رزاز ضروري. ماشي، ما يفارقك كده مدى العمر، نحن متعودين على لو ما اكلت الظهر تاكله بالليل. يعني لازم ما يمر يوم الا موجود الصيادية. شيء لابد منه. ايوه زي الهواء. خلينا مثلا نلعب معك لعبة خفيفة. اوف عمار اليوم استعد. نلعب معك لعبة خفيفة، اللعبة هي تقول اعطينا اسم اغنية من كلمتين، الأولى بدايتها حرف العين والكلمة الثانية بدايتها حرف الميم. أغنيتين. أغنية واحدة. أغنية واحدة. من كلمتين. من كلمتين. بداية الكلمة الأولى حرف عين وبداية الكلمة الثانية حرف ميم. ممكن نغششك نحن. ايش يا عمار؟ اولها حرف عين حرف ميم، خبطت راسي. عين وميم. عين وميم. أيوه. اولها حرف عين والكلمه الثانيه ميم. يلا يا محمد نغششك شيء مرتبط، ممكن تكون في اسماء كثيره للاغاني، بس انا اللي بغششك اغنيه مرتبطه بالوقت. على مهلك ولا ليش يا عمار؟ هو جاوب. انت يمكن قربتي. قربت. شو ساعدك يعني؟ هيا شيل من كلامها شيء وحطه. طيب شيل من كلماتها الكلمة الأولى. على
على على ومرتبط بالوقت. التغشيش جاي من الفرقة الموسيقية. على ميعاد. إذن بعد هذا التغشيش اللي حصل وإنك جاوبتنا على ميعاد، حنكون في وصلتك الموسيقية مع الفرقة الموسيقية. إيش بتغني لنا؟ شوف أنا أغني لكم. إذن يا عمار طبعاً سيطربنا بصوته الجميل وسيختار أغنية، وطبعاً زي ما تعودنا إن الفرقة الموسيقية ستصحبنا. لكن مشاهدينا الأعزاء نطلع فاصل ونرجع. قال العشق بلوى من دفع
الجمال في وسط بحر غياب الجمال. إذن استمتعنا يا سالي مع محمد الجفري ضيف حلقة هذا اليوم وهذه الحلقة الجميلة من ألا يدا. ولازلنا أعزائي المشاهدين مستمرين معكم في هذه الحلقة ومستمرين في الحوار مع فناننا الموهوب والفنان الشاب محمد الجفري. يا محمد كلمنا أكثر عن مجال دراستك عن الإعلام. طبعا هذه اني عرفت انها سنة التخرج المفروض كانت تكون اكيد بس كورونا وقف الوضع وقف كل شيء. كيف يومك الدراسي؟ تزوغ من الجامعة متزوغ من الجامعة تداوم محاضراتك ولا تحليب دي شو تحليب تقول مشاكل مع الدكاترة بعدين لانك يعني فنان والفنان دائما يكون عنده طبيعة متمردة فهل انت يعني منهم ولا مسالم؟ نص نص شكله متمرد يعني قل من الاخير يعني. بس غير الامور اوساطها يعني. طب حكي لنا على موقف طريف في الجامعه مع اصدقائك عملتوا مقلب في حد في يعني في اختلاف بينك وبين حد من الاشخاص مهم في مقلب كده او موقف حزين او سعيد حكي لنا اي موقف في الجامعه. مره استاذ امونيا مني طبعا بكثير نبعت لك تحيه زميلتي طبعا دفعتي قلت الاستاذ وقت الحمام نزلت الحمام ورحت للدار وتسال علي وينه كنه ميه اعتراف المهم وقاعد محمد جفري قولوا له شوفك محروم بالماده وحرمتك لا ما حرمتك لا يعني الاستاذ هذه قلبها طيب جدا على الحمام هذا اللي ما خلص ابدا وانت ليش يعني جت لك الفكره هذه ما حسيت العذر طب عذر مكشوف دي كنت تعبان وكان هو اليوم اصلا الليل سهره كان ما قبل يعني سهرة يعني نستنبط انه الفن ياخذك شوي من الدراسه يعني في صعوبه في التوفيق ومو صعوبه وانما احيانا يوم صادف سهره بالليل ودوام صباح شوي يرجع يزوغ بس لا نداوم بس بعد قلت شفنا الفتره طولت كذا خطط 12 انت الدوام عندي طيب محمد هل عندك فوبيا من المركب في البحر؟ لا فوبيا من الارتفاعات بس من الارتفاعات يعني ممكن تروح في مركب وللبحر عادي عادي جربت تصطاد؟ مره واحده بس كرهت نفسي ليه؟ ماشي طلع مش ماشي طلع انما يوم نشوف لتحت نحسه مرتفع جيلي خوف يعني عندك فوبيا من البحر اختصار الموضوع يعني لفيت يعني ودرت وفي النهايه لا المساله انه عكس يعني لما نشوف يطلع بيت عالي ولا عمارة مرتفعة أشوف كده على طول دوخ طب كيف أنت يا ساري تحبين البحر والأمواج؟ جدا نحن شفناك في رحلة في مدريم أي لا وفي دائما نروح رحلات بحرية مع الأسرة طبعا البحر عشقي رقم واحد الأول بس سبحان الله يعني حب من طرف واحد ليه؟ نحبه بس هو ما يحبني طبعا الان ما نعرف نسبح يا عمار الغلط مش مني الغلط من البحر طبعا لا منك البحر موجود البحر موجود بس مش مساعدني انت يمكن تفهمين في شغلات اخرى غير البحر الطبخ كيفش مع الطبخ بنغير دحين من عندك حسب ها حسب يعني احنا بننتظر يوم من الايام تدخلين علينا بشيء من في الاستوديو لا تحرجني يا عمار اذا محمد الجفري لو هناك طموح او رساله حابب انك توجهها من خلال البرنامج لمن وايش هي؟ رساله لمن نوجه رساله؟ رساله فنيه، رساله اسريه لصديق رساله لشخص مجهول ممكن شخص مجهول يعني نحن مش شرط نعرفه على فكره طبعا اتمنى الخير للجميع واتمنى انهم يكرسوا مجالهم ومهمتهم ويكرسوا همتهم وقوتهم في الشيء اللي يحبونه ولا يتركون مجال للتحطيم او حد يكسر معنوياتهم لان صدقنا اي حد مجتهد لكل مجتهد نصيب هذا كلام معروف وده. صحيح اقول ولا تقولين؟ قول يا عمار قول الان نحن في اجواء فيها كمان لو دخلنا في جانب اخر فيها دراما فيها تمثيل فيها كثير من السيناريوهات والقصص محمد الجفري يحب انه يتابع المسلسلات والافلام العربيه او الغربيه الاثنين يعني ما لك شيء مفضل هو حسب يعني احيانا مثلا يزوروا مسلسل جديد
شوف أول حلقة عجبنا المسلسل كملته، ما عجبنا شفت غيره. طيب قلنا إيش لونك المفضل؟ في إيش؟ اللون المفضل بشكل عام، مش الفني والغنائي، لونك الألوان. عندي عدة ألوان يعني مفضلة. زي؟ الأحمر. الأحمر، الأحمر يا عمار رمزية إيش؟ دمى. لا لا مش الدم، مش الدم يا عمار. طبعاً الأحمر يا عمار رمز الحب. أيوة، والحب يعني من أسمى القيم. وأحياناً لون شرير شوية. ليش شرير؟ الأسود شرير. سلامات ليش شرير؟ الأحمر، الأسود، الأزرق، هذه الألوان. والأزرق رمز الصفاء طبعاً، والبحر، رجعنا للبحر. والأسود قد اللون الملكي، صح؟ والأبيض ولون حزن وأمور جداً سيئة، صح؟ بس حلو كمان، أنيق. إذن مشاهدينا الكرام، كنا مستمتعين جداً مع محمد الجفري، سيكون له يسالي أغنية ختامية سوف يختتم بها هذا الحوار وهذا اللقاء الأخير. طبعاً يا عمار، لو كان بأيدينا ما بنوصل سفينتنا إلى البر النهاية. نعم، ما بنخليها تروح بر النهاية من غير ما نسمع مثلاً اسم برنامجنا على يدان بدندنة من محمد بالميكروفون اللي عنده. دندل لنا شيء تحت مسمى عنوان البرنامج على يدان. قول أي شيء، خليها تطلع منك هكذا على السجية عفوية. وشوفها عفوية، وشوف كيف بتطلع النغمات الرنانة، وبعدها سنختتم. ألا يدان يا دانا، ألا الله الله. طبعا المشاهدين الاعزاء، مثل ما شفتوا ان حلقتنا هذه كانت حلقه مليئه بالمشاعر، وفناننا لهذا اليوم محمد الجفري فنان ذو حس مرهف، مثل ما لاحظتوا في تنوع اغانيه وحتى في ختامه على يدان، وكمان مشاغب يا سالي ومشاكس، يعني حاول توهنا واجاباته دبلوماسيه، يعني طلعنا فوق ونزلنا تحت، لكن ماشي فايده في النهايه، وقع في فخنا. ايوه بالضبط. طيب يا عمار، طبعا لحظات الجمال ولحظات الفن ولحظات الإبداع تمر بسرعة. نعم، فما أكيد. يسعنا إلا أن نقول للمشاهدين إلى اللقاء، ولكن في حلقة جديدة سوف نستضيف فنان جديد، وسوف نحس ونشعر بكل المشاعر الفنية مجددا. إذن مشاهدين الأعزاء، متابعي تلفزيون حضرموت، كنا معكم في وصلات غنائية مختلفة ونغمات وإيقاعات متعددة. حاولنا جاهدين أن نكون في كل بيت بنغم مختلف، بإحساس مختلف، بشعور أيضا مختلف. كل التقدير لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا، وأيضا التقدير للفرقة الموسيقية التي دائما هي برفقتنا، والشكر موصول أيضا للفنانين وكل اللي خلف الكاميرات من الزملاء الأعزاء والمخرج والكنترول، كل الشكر منهم لكم ومننا لهم. تحياتنا عمار جمال وسالي فؤاد، إلى اللقاء، في أمان الله. شل عقلي وراح، يا احلى العين الاسمر شل عقلي وراح، حسبه الله حسيبه باح بالسر باح، حسبه الله حسيبه باح بالسر باح، يا احلى العين الاسمر شل عقلي وراح، يا احلى العين الاسمر شل عقلي وراح، حسبه الله حسيبه باح بالسر باح، حسبه الله حسيبه باح بالسر باح. بس كفى من عذابي، بس كفى
كفى من جراح، بس كفى من عذابي، بس كفى من جراح. صابني سهم خلي ايش صاب الرمح، صابني سهم خلي ايش صاب الرمح. بس كفى من عذابي، بس كفى من جراح، بس كفى من عذابي، بس كفى من جراح. صابني سهم خلي ايش صاب الرمح، صابني سهم خلي ايش صاب الرمح. حبيبي وين سيد الملح، وين بلقى حبيبي وين سيد الملح. لك ما الطير دور لو لا لي شي جناح، لك ما الطير دور لو لا لي شي جناح. وين بلقى حبيبي وين سيد الملح، وين بلقى حبيبي وين سيد الملح. لك ما الطير دور لو لا لي شي جناح، لك ما الطير دور لو لا لي شي جناح. Oh,